احنا سبقت انه كنا في ظل خضم التجاذبات اللي انطلقت حال الاعلان على احاله هذا المشروع لمجلس النواب الشعب، قلنا انه هذا المشروع عهد كبير لجنة التشريع العام، ونحن بصدد منها التحضير لنقاشه ومعناها الاطلاع عليه والتدقيق في مجال من فصوله. نحن نعتبر انه من واجب التوانسه ومن واجب السلطه التشريعيه ومن واجب الدوله توفير منها الحمايه للامنيين والعسكريين ولعائلاتهم وابنائهم، لان البلاد في حاجه لتمكنتهم على حياتهم وعلى مستقبلهم، ولانهم هما تقريبا راس الحربه في مقاومه الارهاب، ولانهم مواطنين توانسه كيف وكيف غيرهم. مثل ما يقتضي الحال حمايه كل التونسيين، يقتضي الحال حمايه التونسيين قطاعا قطاعا وفئه فئه ومجموعه مجموعه. ولكن نحن كذلك هالحمايه هذه تتم في اطار احترام احكام معناها الدستور، وتم في احترام في اطار احترام الحريات العام وحقوق معناها الانسان. والنقطه الثالثه لكن عليها انه نقاش قوانين باش ينجم يكون مفيد ونافع للبلاد لازم يتحرم التجاذبات السياسيه، والكتل والاحزاب السياسيه معناها الموجوده في البلاد يلزم تتحرر من النوازع الذاتيه والنوازع معناها نتاع المزايدات والنوازع محاوله تربح بعض الاصوات لغايه ما يلزمش تكون الاصوات على حساب الدوله، وبمنطق حمايه الدوله وحمايه مستقبل الدوله وتوفير الضمانات لكل ابناء تونس للقيام بدورهم، القيام معناها بواجبهم في حمايه دولتهم وحمايه استمرارها ووجودها، وفي القيام بما هو موكول لهم تبقى القانون. لذلك نحن مع اصدار هذا القانون في اقرب الاوقات، مع توفير الضمانات الكافيه للامنيين والعسكريين وعائلاتهم حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم باعتبارهم توانسه يستحقوا الحمايه كيفهم كيف غيرهم، ربما اكثر بحكم طبيعه دورهم. ثالثا، مع ان هذا القانون يكون في اطار احترام مبادئ الدستور واحترام الحريات العامه واحترام معناها الحقوق واحترام وحده الدوله وانسجام مؤسساتها، ومع نقاش هذا المشروع بعيدنا عن المزايدات وبعيدنا عن منطق الربح الحزبي والخساره الحزبيه. القانون هذا بطبيعه الحال احنا موقفنا هو كونه انسانده مبدا صدور قانون يزيد يحمي اكثر الامنيين، خاصه في الفتره هذه اللي هي نمر بها في حاله جديده من مواجهه والعصابات الارهابيه، والوضع يتطلب اكثر ما يمكن من اجراء من قوانين ونصوص قانونيه حمائيه. لكن القانون هذا في صيغته الحاليه لابد من مزيد التدقيق في عديد المفاهيم باش تكون واضحه، باش ما نقصوا من مجال الاجتهاد فيها. اذا كان قوانين مذكوره في نصوص قوانين اخرى خاصة في القانون الجنائي العام تاعنا، الواش نزيدهم نذكرها في قانون جديد، نكتفي بتعديل النص القانوني الأصلي خير. يعني هذه تقريبا زوز نقاط، يعني توضيح وتحديد المفاهيم اللي هي مازالت مش مفهومة، مفاهيم جديدة مثل تحقير، كلمة تحقير الأمنيين ما هو المفهوم، ما هي أركان هذه الجريمة بدقة باش نكون الناس كل واضحين فيها. إذا قوانين تقتصر على تشديد العقاب لجرائم منصوصة في القانون الجنائي أو في نصوص قانونية أخرى، أسلم هو تعديل هذه القوانين، مع ضرورة يعني توفير في بلادنا نصوص قانونية جديدة توفر أكثر حماية للأمنيين اللي ضعفوا قاعدين يتعرضوا إلى اعتداءات. ثم قوانين اللي هي تحمي المعطيات السرية المتداولة في مسألة الدفاع العام أو الأمن القومي، خاصة حماية المعطيات أو الاطلاع على تقارير سرية أو معطيات سرية. فمجرد الاطلاع عليه قد يكون هو قبل ما يفهم الشخص اللي هك المعطى هذاك سر اللي بعد ما يطلع عليه. صحيح إذا كانوا سري ثم ما هو مفهوم، وهاتوا نوضحوا شنية هالمعطيات السرية هذه اللي نحبوا نحميوها، لانه العمل الامني بصفه عامه والعمل العسكري بصفه عامه جل اعماله غطيها السر المهني او سر الامن او سر الدفاع. لابد من توضيح لا نهي اللي تستوجب عقاب، ولا نهي اللي هي ما هياش معناها سر عقاب، ما فيهاش معناها ما نهي اللي السريه بتاعها يلزم نحميها ولا نهي السريه بتاعها ما لازمش نحميها. هذه كل جمله المفاهيم يلزمنا نبلغوها ونفهموها بدقه. كذلك ثم عقوبات قد يكون معناها تلاحظوا اللي هي مبالغ فيها، وما هياش متجانسه
مع القانون الجنائي العام في بلادنا. لابد زاد من مراجعتها، لازم القوانين في بلادنا الكل تكون يعني متجانسة ومتناغمة مع بعضها، تما كويرونس في القانون، جوش قانون يخرج بعقوبات مبالغ فيها والبقية القوانين تعطيك معناها الصورة العامة في بلادنا اللي هي عادية. محاولة انتقاد القوات المسلحة أو الأمن الداخلي موجب للعقاب البدني والخطير مجددا، مش نرجعوا للدور البوليسي لأن تولي معاه مؤسسات الأمن والجيش خارج على معناها أي نقد أو أي بحث أو أي طلب معلومة. كل الجرائم هذه كلها تعتبر جرائم إرهابية وتنجم تعتبر جرائم معناها تمس من قوات الأمن الداخلي والجيش، ولذلك معناها وشفت أنت العقوبات فيها توصل عقوبات معناها حتى المؤبد. لذلك احنا ضد هذا القانون، ومش احنا فقط الرأي العام الديمقراطي، كل جمعيات وأحزاب كانوا ضد هذا القانون. الأمر اللي خلى أنه في المجلس وقع معنا توقيف النقاش حوله، ولا يستبعد أنه يقع سحب هذا القانون وارجع للحكومه من اجل ان تعدل في الفصول بتاعها. احنا ما طلبناش انه ما يتعملش قانون اصلا تماما، قلنا يتعمل القانون اللي يحترم الدستور، يكون معنا متلائم مع روح الدستور، قانون اللي ما ياسسش للالتفاف على الحريات العامه والفرديه، خاصه حريه التعبير وحرية معناها المواطنين في أنهم يكون عندهم المعلومة حتى وإن تعلقت بمؤسسات الأمن ومؤسسات معناها الجيش، وقانون في نفس الوقت يحمي المؤسسات هذوما معناها من الاعتداءات اللي معناها بالمجد اعتداءات على معناها مؤسسات الجيش والأمن. إحنا بطبيعة الحال ما حماية قوات الأمن قوات الجيش.